السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الكريم، وخواتم مباركة مقدما على الجميع. موضوعنا اليوم إن شاء الله أحبابي المتابعين سوف يكون عن النبي نوح. نوح عليه السلام، طبعا جغرافية نوح من القرآن، كما أخبرنا القرآن الكريم في قصص الأولين ووضح لنا بين آياته مناطقهم وأين كانوا. وفي قصة نبي الله نوح أكد لنا القرآن الكريم أن الأرض التي عاش فيها نوح وقومه كانت تعتمد في زراعتها على الأمطار الموسمية، وجاء ذلك في خطاب نوح لقومه في سورة نوح عندما طلب منهم ترك عبادة آلهتهم والاستغفار لله لينزل عليهم المطر ويبارك لهم في أموالهم ويجعل أرضهم جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وفي سياق الآيات أيضا يتضح لنا أن الأنهار التي يجعلها الله لهم تجري في أرضهم ما دام ينزل فيها المطر. وكما أن أرض قوم نوح تعتمد في زراعتها على الأمطار الموسمية، وهي ذات طبيعة جبلية، وهذا ما جاء في سورة هود في رد ابن نوح عندما رفض أن يركب معهم في السفينة، ورأى ابن نوح أن صعوده إلى أي جبل قريب منه سوف يحميه من الطوفان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. سورة هود. ومن خلال الآيات أيضا نعرف أن ما أصاب قوم نوح كان بسبب غزارة الأمطار والسيول وانفجار المياه الجوفية، لذا سمي بالطوفان. ولو كان نوح وقومه في مناطق أنهار جارية طوال العام لكانت ذكرت بالآيات، وسمي الحديث بفيضان نوح وليس بطوفان نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. صدق الله العظيم. سورة القمر. وفي سورة هود أيضا تخبرنا الآيات بأن بداية طوفان نوح كان بفوران التنور، والتنور جبل يقع في منطقة الجائف بمديرية همدان في صنعاء، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. سورة هود. ثم كان وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورة هود. وإلى يومنا هذا لا يزال قبر نبي الله نوح في قرية الوقشة
في مديرية نه محافظة صنعاء شاهدا على الأرض الذي عاش فيها. وهذه الصورة أمامكم تستطيعون مشاهدتها. والذين يقولون بنزول السفينة في موقع الجودي في تركيا، القرآن يخطئ ذلك تماما، حيث أن القوم الذي استخلفهم الله بعد قوم نوح هم قوم هود، وقوم هود لم يكونوا في تركيا أو حتى في الشام أو حتى في العراق أو حتى في مكان قريب من تركيا، بل كانوا في أدنى الجنوب العربي في الأحقاف في اليمن. هذا يدلل دلالة كاملة أن موقع وجغرافية النبي نوح كانت موجودة في اليمن. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.